بجسوم، تتكون من بجسوم حسين القطان وجسوم علي صالح ورويشد موسى الهزيم أم جسوم عبد الوهاب الدوسري. وقد ظهرت الفرقة في أوائل الستينات من القرن المنصرم وحققت شهرة كبيرة من خلال أعمالها، حيث كانت تشارك في التمثيليات والمسلسلات الاجتماعية والكوميدية التلفزيونية والإذاعية. ومنذ عام 1987 توقفت عن تقديم أعمالها المشتركة، وذلك لكبر أعمار أعضائها أو لمرض البعض، إلى جانب من رحل منهم. صباحك الله بخير عمي. الله بالخير. صباحك الله بخير عمتي. الله بالخير. حياكم الله. يا هلا. يا هلا. مرحبا. والله يا هلا. يا هلا فيكم. تبي شيء؟ عندنا عصير برتقال طازج. طال عمرك عندنا شاي قهوة شاي ليمون. الأيام القهوة والشاي تجيب الأعصاب مو كذي حجية. عدل. ولا والليمون يسوي حموضة عندك. عندي وعندك. عندنا عصير برتقال لذيذ طازج. عصير برتقال ملينا. ايش رايك يا ابو جسوم؟ نعم. نشرب لنا كلاصين ماي. والله الحقيقه ماكو احسن من ماي. عطنا ماي. حاضر. تفضل. هالسرعه هذه؟ نعم طال عمرك. طلبك يا حاضر عندك بقمضه عين. هني وعافيه. الله يهنيك بالايمان. من يوم ما حليتوا علينا بالفندق وحل علينا البركه والخير بوجودكم يا عمي. الحقيقة الجماعة ما قصروا بالاسم. طبعا حاضرين حاضرين. أقول على كل حال لبغيناكم احنا ناديكم مشكورين. أنا حاضر يا عمي مشكورين. بالخدمة. أهلا وسهلا عمي. حياكم الله. أهلا وسهلا. وديت حق ريال شاي انت؟ لا قهوه بعد يشرب. خاف حمدان وديله. ما ادري والله. حمدان تعال. نعم حق مودي شاي حق الريال وما قلت لنا. انا مودي شاي حق الريال. شنو بالريال يبي شاي؟ قهوه بعد يشرب. أقول نعم عمي. اليوم منو اللي فيكم منكم مسنح حجرتنا منظفها؟ كلنا طال عمرك. قواكم الله. الله يسلمك. أنا خميت وأنا نظفت الشراشف وأنا فرشت. زين زين. من فيكم أحد منكم ضايع له شيء؟ شنو طال عمرك يعني؟ يعني لقيت شيء. لقيت فلوس مصرورين في صرار مبكر. هذا اللي أنا. تعقب. انت لك فلوس مالك اسكت. لا عمي اذا اصرار هذا حقي انا. هذا مالي انا طال عمرك. لا لي انا. لا يبا مالوتي انا. اقول لك لي انا مالوتي انا طال عمرك. لا حقي. شوف حجي والله. شوف انا المنظف. انا المنظف. لا يبا شنو مالوتي انا. اقول لك انا اول من خلص. لا انا لي انا. اقول مالوتي انا عمي طال عمرك. مالوتي انا مالوتي انا. ما عندي مالك. يبا انا اللي فارس مالوتي انا. مالوتي انا. ايش فيكم انتوا يا شيخ؟ ما عندك سالفه. انا اللي خاب. عمتي هي مالوتي انا. اقول نعم. هذا يبا ما لقيت الا اسرار مبكر خالي. شغل خالي ما تقول. يا اخوان فوق.
أنا صايم 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 يا أخوات يا رب راسي عايزه تجوعني حتى في رمضان.